تعالى بقى الصورة معايا، تعالى يا استاذ. تعالى انا عايزه اديني التليفون. طب ناخد الصورة الاول مثلا. مين اللي بيصور؟ مين اللي بيصور فعلا؟ بس الكاميرا بتاعتي مش قوية. عاوز كاميرا. يلا يا محمد خد خد يا حبيبي. هات يا ريس. اهو مع الموبايل بقى. والله اخر واحد. انت مختلف. انا قاعد عند مراد شعر طويل. يلا يلا عشان نبقى عايزينها في اللوكيشن. عيني يا مخطوط. تعالى تعالى بس عشان انت بس ما تتعبيش. تعالى يا واد صور معايا. تعالى تعالى يا وليد. ازيك يا عم وليد؟ تعالى يا وليد. صورت انا وليد. ماشي وليد. لا ما هو التليفون التليفون. بص تقولي تقولي خش دي بقى. يلا كده كفى بقى عشان سايبين مش ده تاني. يا ابني يا ابني يا ابني لا بس بالطول بقى بالطول. منور يا عم عصام. الله حبيبي وجودك. ده فيديوز فيديوز فيديوز. هم بيقولوا ليه فيديوز؟ فيديوز ده جامعة. لما بيبقى جامعة بس ما بيبقى فيه فيديوهات كتير. بيبقى فيه ناس يحبوا يتعبوا كده عشان الجامعة. كنت عامل فيديوز. ما فيديوز يعني عمل فيديوهات كتير. والله؟ فيديو بقى. عملت شوية فيديوهات. حبيبي يا عم عصام. إله المتحرشين. النجم.